الماشين ليرنينج، الماشين ليرنينج علم من اهم واشهر علوم الذكاء الاصطناعي بطبيعته، مشهور جدا ودخل في حاجات كتير جدا وبيفيد في صناعات كتير جدا. ان هو العلم البسيط جدا اللي قايم على فكره ازاي الكمبيوتر يقدر يتعلم من الداتا اللي داخله له، وبعد كده بيبني حاجه اسمها بريدكتيف موديل، الغرض منه ان هو يقدر يتوقع بعد كده. يعني بنبني ليه؟ يعني بنتعلم ليه من الداتا؟ عشان لما تجي لنا داتا جديده يبدا هو اوتوماتيك يقدر يعرف هي ايه. والفكره دي طبعا الفكره دي بدات في الاساس مع فكره ازاي الانسان بيتعلم. ما هو الانسان بيتعلم ازاي؟ طفل صغير اول ما بيشوف حيوان ماشي في الشارع بيبقى مش عارف ده ايه، فبيبدا اللي حواليه يعلمه يقول له دي مثلا دي قطه، فهو الولد بيبدا ياخد حاجه اسمها فيتشرز، بياخد مواصفات، ياخد مواصفات حجمها 4 رجلين، دماغ مش عارف ديل اللون وبتاع، ويبدا يكون دي في دماغه ان دي قطه. بعد كده مشي لقى مثلا حيوان تاني، فيقول لك اه لو شفت حيوان تاني مثلا كلب وليكن، فيقول لك دي قطه. هيفضل دي قطه ليه؟ لان مواصفاتها اقرب للقطه اللي هو هيعرفها. وبعد كده بيبدا حد تاني يقول له لا ده كلب، لان خد بالك حجمه مختلف، خد بالك ودانه مختلفه، خد بالك مش عارف صوته مختلف، خد بالك دي بيديله مواصفات مختلفه. يبدا الانسان ياخد باله من المواصفات الجديده ويعمل تصنيف جديد في مخه. دي فكره بساطه، ببساطه قال لك تعال ننقل بقى الفكره دي الى الايه؟ الى الماشينز. سوفت وير بسيط هنعلمه من الداتا اللي موجوده. الداتا الاول بندخل له حاجه اسمها تريننج سيت. التريننج سيت طبعا هو ليه اساليب كتيره من التعلم، عشان نبقى واضحين في اساليب كتير هشرح اسلوب منهم اسمه السوبرفايزد، وهرجع اقول لكم الانواع التانية بالنسبه للسوبرفايزد تختلف ايه عشان نبقى فاهمين الفكره. فخلينا نوضح الفكره بالاساس. فكره ان انا عندي حاجه اسمها تريننج سيت. التريننج سيت دي عباره عن مجموعه من الداتا انا معرف كل نوع بيانات فيها هو عباره عن ايه، يعني بنسميها انوتيتد داتا. يعني الداتا دي مثلا هو معلمه ومقال له مثلا اشاره في الداتا او زي تاج او اي حاجه، او بنسميها ليبلد، بنقول فيها مثلا دي داتا مثلا بتاعت حسابات خسرانه، دي حساب خسران، دي حساب رابح، ده حساب خسران وهكذا. دي اسمها انوتيتد داتا. انا كده عرفته الداتا دي عباره عن ايه، يدوي كده يعتبر. وعندي حاجه اسمها الفيتشرز، انا اللي بعرفه فيتشر الحيوان ده ايه، الصوت، الحجم، اللون، وابدا اديهم دي اسمها الفيتشرز. فبكون الحاجه من مجموعه من الايه، من مجموعه من الفيتشرز. وبكان دخل على الماشين ليرنينج الجوريزم خلاص، والبريدكتيف موديل هنتكلم عليه كمان شويه، عشان يبقى عرف يعمل جروب اوف ايه، اوف اوبجكتس، يعني عرف ده اه بقى الحيوان ده القطه شكلها دول بقى ليها اوبجكتس، فالداتا دي كلها تبع نوع معين والداتا دي كلها تبع نوع معين، بدا يعمل التصنيفه دي كويس جدا. خلاص ليه ده كله؟ عشان بعد كده لما نيجي ندخل له انسين داتا او بيانات ما شافهاش قبل كده او انون داتا، دخلت له بقى داتا اول مره يشوفها، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يروح على حاجه اسمها فيتشر اكستراكشن، يبدا يطلع الفيتشرز، في ديل، في مش عارف ايه، في او على او دي عربيه مثلا، في كاوتشات، في يبدا يعمل فيتشر اكستراكشن من الحاجه اللي شافها، سواء كانت داتا عاديه او كانت صوره او كانت فيديو ايا كانت، بيبدا يعرف الايه الفيتشرز دي، ويبدا يديها للايه، للماشين ليرنينج الجوريزم، ويبدا الايه البريدكتيف موديل يبدا يفهم هي دي ايه بالنسبه للي هو يعرفه، فيبدا يرد عليك بالايه، يرد عليك بالنتيجه، مع ان الصوره دي او الصوت ده او الكلام ده اول مره يشوفه او الدوكيمنت ده اول مره يشوفه، بس قدر يتعرف، قدر يتعرف عليه وقدر يتعلم. فاخذنا الفكره دي من الايه، من الانسان العادي. الفكره دي هي في اول اسلوب من اساليب الماشين ليرنينج اللي هو اسمه السوبرفايزد ليرنينج. في اسلوب تاني اسمه انسوبرفايزد ليرنينج، وده بقى فكرته كلها. احنا خلاص قلنا سوبرفايزد من الاخر الماشين او السوفت وير او الحاجه دي ما بتتعلمش غير اللي انا بقوله لها، فهي انا هنا متحكم فيها، عشان كده اسمها سوبرفايزد، يعني اكن تعليم تحت اشراف، فهي في الاخر بتتعلم اللي انا بحدده لها بالظبط. خد بالك ده مربط الفرس في فكره الايه، السوبرفايزد ليرنينج. اما بقى الانسوبرفايزد ليرنينج هنا بقول له لا، انت هيجيلك حاجات داتا معينه، الانبوتس ديت انت بتبدا تشتغل ان انت تعمل اكستراكت للايه، للمواصفات بتاعتها، للفيتشرز بتاعتها، بحيث تبدا تقول ايه تجم في الاخر تطلع لي بايه، يعني تطلع لي بجروبس طبيعيه للموضوع، يعني الحاجات اللي هي شبه بعضها بدات تتجمع مع بعضها، الحاجات اللي شبه بعضها تتجمع مع بعضها، ده تبع انه جروب، ده تبع انه جروب. التصنيف للموضوع بيبقى شكل ايه، بشكل اوتوماتيك، انت بدات تبقى المواصفات تقدر تجمع وتعمل عمليات ايه، كلاسترنج وكلام زي كده بشكل بسيط. فالسوبرفايزد هنا مش مستني مني ان انا اعلمه، هو بيبدا ياخد كل حاجه وهو يكستراكت الفيتشرز، وبناء على الفيتشرز يقدر يقول دول جروب مع بعض، دول مختلفين، دول مش مختلفين، والى اخره. وبعد كده اما ايه يبدا يتعلم بالمنظر دوت. طبعا ده مفتوح شويه لانك ما تعرفش ممكن يتعلم ايه، لان هو كل شويه بيكستراكت فيتشرز مختلفه ويعمل تصنيفات مختلفه. بعد كده في حاجه اسمها سيمي سوبرفايزد ليرنينج،
وده بيعمل زي كومباينيشن كده او دمج ما بين الفكره السوبرفايزد والان سوبرفايزد، ويقول لك احنا ممكن نغذي السوفت وير او الروبوت او ايا كان اللي مبني على فكره الماشين ليرنينج بشويه بيانات، سب سيت اوف داتا، يعني مش لازم السب سيت، مش الست، مش التريننج سيت كلها، جزء منها، او اغذيه بشويه اوتبوتس او كلام زي كده، يعني سواء كان اعلمه الاوتبوتس او الانبوتس او جزء منهم، بحيث ان هو يبدا ايه يتعلم في اطار ما انا موجهه فيه بشكل ما. اما في الاخير الري انفورسمنت ليرنينج، وده طبعا مهم جدا وواخد قوه، لان هو كله بيتكلم على فكره ان في حاجه اسمها ايجنتس، وده برضو في علوم الذكاء الاصطناعي ليه شغل كبير. بس الايجنت نقدر نقول ان هو مكون برمجي، او سواء كان في شكل سوفت وير او في شكل حتى اي حاجه خاصه بالهاردوير. المكون البرمجي ده احنا بيبقى ليه مميزات، ان هو بيبقى مركز على حاجات معينه، بيقوم بدور مستقل لتفكيره بشكل مستقل، مش عارف ايه ده فكره الايجنت. والايجنت دوت بيبدا يتعلم وبياخد قرارات، لازم يبقى في الاخر ان هو بيعمل بياخد بيغير اكشن او بياخد اكشن في الانفايرمنت اللي هو فيها او في البيئه اللي هو فيها. وطبعا ممكن يتعامل مع ايجنت، كل ايجنت بيشوف حاجه، الايجنت ده بيشوف اللون، الايجنت ده بيشوف مش عارف الحجم، الايجنت ده بيعمل ايه، بس لازم طبعا ما يبقاش بس مجرد ان هو بيشوف، لا ده لازم يكون بياخد اكشن في الارض الواقع. فده بنسميه ري انفورسمنت ليرنينج. طبعا انواع الليرنينج بصراحه انا مش عارف اقول ايه ولا ايه في الماشين ليرنينج، لان دوت موضوع يتفرد له كتير وهنتكلم عليه، بس احنا مجرد بس بنتكلم على المصطلحات الاساسيه. فان شاء الله نتكلم المره الجايه على الديب ليرنينج.